في شغل على مدار الساعة بيحصل في هيكلة الجهاز الإداري للدولة لتأهيل الموظفين اللي هيتنقلوا للعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة القريبة القادمة لتحسين جودة الخدمات التي تقدم للسادة المواطنين في مختلف إدارات الدولة المصرية. نتابع هذا التقرير عن هذه الأعمال ونرجع مرة تانية لحضراتكم. يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خطته للارتقاء بالجهاز الإداري بالدولة، وهي الخطة التي تشمل 5 عناصر، هي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، وبناء قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة. وتم تحديث هياكل 30 وزارة مع مراعاة استحداث مجموعة من التقسيمات التنظيمية بكل الوحدات، مثل التقسيم التنظيمي لوحدات إدارة الموارد البشرية، وإجراء تعديلات تنظيمية في 30 وزارة و30 جامعة و8 مستشفيات جامعية و97 هيئة عامة وخدمية، بالإضافة إلى 130 جهة تابعة للمحليات، مع الانتهاء من تخطيط القوى العاملة. وتم إعداد قاعدة بيانات تحديث الملف الوظيفي التي تم إنشاؤها في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونياً، وحيث انتهت المرحلة الأولى من المشروع التي شملت دواوين عموم 31 وزارة، بالإضافة إلى تحديث بيانات عدد 3,231,275 موظفاً حتى الآن. أيضاً تم إنشاء خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية وقاعدة بيانات الاستشاريين، وهي تضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية وغير الحكومية، وأيضاً قاعدة بيانات المدربين ومعاوني ومساعدي الوزراء.